العربية إلى إعلان يوم إضراب عام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مطالبا النظام المصري بوقف فوري لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني. شيع سكان جباليا بشمال غزة جثث أطفال استشهدوا جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة تابعة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة كريستوفر جينس أن المدرسة التي تعرضت للقصف لم يكن بها أي مسلح، ولم يتم رصد أي أنشطة للمسلحين سواء في المدرسة أو في المجمع التابع لها. من جانبه قال جون جينغ مدير عمليات الأنوة في غزة أن الوكالة تزود الجيش الإسرائيلي بانتظام بالإحداثيات الجغرافية الدقيقة لمواقع منشآتها، وأن المدرسة تقع في منطقة آهلة بالسكان. اعتبرت الحكومة الفنزويلية قرارها طرد سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في كاراكاس رسالة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وليس معاداة لأتباع الديانة السماوية في العالم. قال وزير الخارجية الفنزويلي نيكولاس مادورو إن طرد السفير الإسرائيلي يشكل اعتراضا دبلوماسيا وسياسيا ونداء إلى حكومات العالم وضمير أتباع الديانة اليهودية، مؤكدا أن فنزويلا لا تعادي اليهود بل تعادي المجرمين الصهاينة في فلسطين المحتلة الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين طوال 60 عاما. وكان رئيس الفنزويلي هوغو شافيز وصف كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه مجرم داعيا إلى ملاحقة قادته أمام القضاء الدولي.